النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عند أحمد والترمذي قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، وعند أحمد: فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا أصل عظيم يندرج تحته عدة فوائد. ومن الفوائد أن ما يقع من الريح مما نكرهه عام، لا يحصر فقط بما يتعلق منها مما تحمله من غبار، فتسبب بإذن الله ما تسببه من الأوساخ أو الأمراض، بل هو شامل. قال: فإذا رأيتم منها ما تكرهون، ما موصولية تفيد العموم، كأن تأتي مثلا ريح تدمر الأشجار والزروع أو تقلب السفن، أو أنها ريح باردة شديدة يتأذى الناس منها، فإنه حينها يقول هذا الدعاء: